مين ده؟ سلام، كيف حالكم؟ جاركم طيبين ومبسوطين. اليوم في عندي كذا شغلة حابة اشيكها معاكم في فيديو اليوم الخاص بلعبة Red Dead Redemption، من ضمنها اشياء غريبة. وحاب اذكر برضو انا مختم اللعبة، فاحتمال كبير يكون في عليك حرق للناس اللي خاصة ما ختموا اللعبة. فنصيحة، اذا انت ما ختمت اللعبة الفيديو هذا مرة ما ينفع تشوفه. فحاليا قبل لا نبدأ ارسل الاشتراك واللايك، والهم من هذا كله طبعا النشر. خلونا نبدأ. ساعة بدري يا جماعة، ساعة بدري 9 تقريبا الصباح توقيت اللعبة. طيب أبغى أصيد مخلوق للأمانة تعبني، فإن شاء الله نصيده مع بعض هذه المرة لأنه زودها شوية الأمانة زودها. خلينا نشوف شغلة بس بسيطة قبل أن نروح نشوف المخلوق. مين هذا؟ ايش يسوي ذا؟ صاد. ايش هو استديو ايش؟ اوكي ما علينا. هو ذا اللي انا ابغاه، هو ذا. هو ذا أخيرا. طلع عياله ذول، عياله. هو ذا اللي أنا أبغى أمسكه. بس خلينا نشوف بيته، بوريكم بيته. على قد ما اجي بيته ما حصل، وذي المرة سبحان الله مسكنا. هو ذا المخلوق اللي انا اقول لكم عليه امسك. اي هنا واحد ثاني. كيف؟ والله واحد ثاني يا عيال. والله اثنين. والله صدت اثنين. والله صدت اثنين يا جماعة. كيف كذا؟ كيف؟ أول مرة أدري إنه في اثنين منه. شوف كيف ماكلين. سلاي فك حبله. You have fun there now. والله شوف كيف. عظام كثير، واضح لهم سنين الله هنا قاعدين ياكلوا مبسوطين مع الذئاب. ايش هذا؟ في شيء اخذه؟ اوه كتاب له مذكرة. والله له مذكرة كتاب. هذا هو. خلينا نشوف ايش حاط فيه. والله معلومات كثير يا جماعة. يلا اللي فهم شيء يكتب لنا تحت، يهدي كذا الشاشة ويتربعد لكم اياه من الاول. من سنة 1000 و today is my birthday. اوه 1881 اتولد. دقيقة بس، اتولد ايش يقصد؟ مي بود دينر كلوز. ايوه اعتقد من سنة 1881، معناته صغير لانه لا مو صغير لانه احنا صح 99. كبير والله. اوكي اللي قري عاد وحصل شيء يا ليت يفيدنا، لان انا ما عندي وقت صراحه اقراها، بس حتعرفون عنه معلومات كثير انا متاكد، فيا ليت اصحاب الانجليزي يفيدونا. اوكي خلينا نشوف. ما شاء الله عندهم اغراض جميله يسرقون من الناس. في جزر بس الباقي كله ما يحتاج. ما في شيء تقريبا. العادة اجي احصله فاضل كهف. لا يكون شرد. لا والله ما شرد. طيب دحين ايش نسوي مع هذول بالله؟ خلينا نشوف. شوف يرد علي شيء.
والله مو واحد، اثنين يا جماعة، صدت اثنين. مشعرين، شوف كيف لهم سنين الله ما حلقوا. اطلق صلاح. طيب هذا هرب، يهرب مع نفسه. هذا هرب، باقي هذا. يلا نسوي له كت فري، ما ابغى اسوي فيهم شيء. الله معاكم يا باشوات. يلا يلا مع السلامة. هو اهم شيء تصيدهم، خلاص انتهى اللي بيننا. هناك الشلال هذاك تقدر تدخل منه على الكهف، اللي يبغى يعرف المكان يشوف بنفسه، لانه في مقطع ثاني حنزله ان شاء الله وقت ما ادخل من الكهف، اللي مدخله تقريبا من هنا في مقطع ثاني، وممكن ندخل اليوم مع بعض بالمهمة. ما ادري، اتوقع انه شكله في مهمة لها، انه صراحة مكانها غريب وفاضي الكهف، يعني ما في شيء نهائيا. انه شكله كان في ناس ساكنين. المدخنة هي اللي باقي منها. خلينا نتأكد، ترى احيانا يدسوا شيء في المدخنة. والله شايفين؟ ما مدينا اتكلم، ما مدينا اتكلم، ما ادري ايش حصل. ذهب في كمان سيرش ثاني كمان. جولد حصلت، كمان حصلت حاجتين بالصدفة. يعلم الله اني ما اعرف انه في شيء، بس صدفة. كل منطقة لو تدقق فيها بتحصل الناس المو كويسين فيها. العموم احنا نبغى هذولا، لانه هذولا مختلفين عن اللي ياكلون البشر. ولو انه دول انا حصلت لهم يعني اشياء مي طيبة، فحنشوفها مع بعض دحين. خيلهم ولا شيء؟ ايوه هنا هنا، شوف ايش حصلت هنا، حنوريكم. شوف ايش حصلت. شوفوا عظام بشرية، ما أدري إيش جابها تحت، بس داسينا. لو تلاحظون داسينا دس، يعني مو مخلينها باينة. عشان كذا أنا شاك في القرية هذه، وراها مصيبة. مسوين نفسهم محترمين، مو زي اللي في الكهف. اللي في الكهف هذولك يأكلون أوادم ومخوزقينهم حتى، ومسوين بلاوي. أهي طلعت المهمة، شايفين؟ طلعت المهمة وأخيرا طلعت، الحمد لله الحمد لله. على اخر شيء اهي، لا عمري سويتها ولا ادري ايش اللي حيصير، فحيكون شيء خرافي. لعل وعسى نعرف ايش هرجة المكان ده وهرجة اكل اللحوم البشر اللي هنا. اهدى يا حصاني، دقيقة خلينا نشوف. هذا اللي حكيتكم عليه، انا انقذت واحد، والواحد هذا يصير قريب او شيء زي كذا. Not because we cares not. No, no, but because we cares. What are you talking about? The demons have us by the throat, sir. It's the darkness. بيتكلم على demons اللي هو شيطان والظلام. What are you talking about? مو مفهوم. In darkness. في شيء جايهم أو جاهم في الليل. إيش فيه؟ كل ذا ديمونز هذا؟ هذول ديمونز؟ هذول كلاب عادية. المشكلة أنا المفروض يكون معاي الشوت جن. انفستيجيت ذا. ايش هذا؟ ايش هرجة الكلاب هذه؟ اوكي قتلتهم. اوكي I'll keep these dogs at bay. Oh, no! A demon!
انتهينا من ده. من فين جات الكلاب هذه؟ ولا هي واحد ولا اثنين. اح حسبته كلب، معليش. هنا هنا هنا. يا ابني يا ابني الكلب هنا يموت من طلقة واحدة حتى، يعني ما هو ذاك الشيء اللي تعب. اوكي. من جد بس كلاب؟ انا مستغرب. يخافوا من الكلاب معقولة؟ بيجوا على على اكثر من شكل. What are you talking about? Just sick dogs. Hydrophobia or some other poison. He said we were not to doubt him. Get your people home, mister. يعني يقول الشيطان يتشكل. Any sick animals you see, life will be just fine. The darkness has come for us. الظلام حيجينا. He was right. كان على حق. مين هو ذا؟ مين ذا؟ مين ذا؟ هذا طق. And who are you? من جد مين ذا؟ There'll be no more four-legged demons. The curse shall change. The curse has changed. كرس أتوقع لي اللعنة. Poor people. I will save you. I just saved them. And it weren't no curse, just sick dogs. Dark charms possess the woods, I told you. He told me he did. He told me. I found one. Don't touch it. He found the curse. Found it. So the woods are full of these. While they remain, the curse will remain. كرس اللعنة، تقعد اللعنة موجودة. I will find a way. شكله دجالة. He never lied to me. ما قد كذب علينا. Feed me. أكلني. والله شكله. Someone destroys all the charms. The curse is lifted. The woods are full of demons. The demons protect the charms. And the charms protect the demons. ظهر هذه القطعة اللي معاه اللي أنا فهمته هي اللي تظهر تحميه وتكسرت أو شيء زي كذا. There ain't no demons. Don't disturb the woods. I told him. والله. He would come and he would help and he would laugh. You told us. ما أدري هند أحمر معاه. يلا قصة جديدة. أتوقع يمكن في مهمة كمان ثالثة لهم. اي والله في مهمة ثالثة لهم. خلونا نشوف ايش قصة القرية هذه مع بعض. نشوف المهمة الثالثة كمان. Let's go, girl. يلا يا بنت يلا. يلا يا نونة. Let's go. على اسم البسة اللي عندي. أول بسة. طبعا هذا حصان التوركمان. اللي مخليني ألعب فيه إنه ما يخاف. ريس حق سباق وحرب في نفس الوقت. Destroy the cursed charm. Easy now. يبغون أكسر حقتهم دي الكورسد شارم. إيه سمعت الصوت؟ في صوت. إيه أنا قريب منها. منين أطلع مسدسي؟ أي هذه هي. هذه واحدة. باقي 13. أي هذه واحدة كمان ثانية هنا. لا تقول لي كلاب. في صوت هواء غريب. الحصان متوتر ترى. الحصان متوتر يا جماعة. في صوت. وأحلى شيء الأوتو إيم هذا ما شاء الله يعني. في هذه كمان واحدة فوق. يا أحول. عشان نخلص بسرعة. هذه واحدة صح؟ اين اين اين. انتهينا من دي. اي هذه واحدة شوفوها.
ارمي هذا. ثمانية سامعين صوت الهواء بعد ما افجر اكسر مدري في صوت غريب ترى. هذا خفاش اللي دوب طار. هذه واحدة ثانية كمان هنا دقيقة عشان لا يطيح الحصان علي. الحمد لله انا ما قد مات علي حصان غير اللي خاتم اللعبة عارف انا ايش اقصد. ايوه واحدة اوقف. اوكي سمعت الصوت؟ والله شكله من جد شكله من جد في شياطين. في واحدة هنا. ايوه اوقف باقي واحدة باقي واحدة يا جماعة باقي واحدة وشكلها هنا في ذي الجهة الثانية. ايزي سمعت الصوت؟ اي هذه خلاص فجأة كسرنا رقم 13 الحين نرجع له. يلا بسم الله نشوف ايش قصتهم. انا Remember me? Helped you with some dogs. Been seeing about this curse of yours. Oh, welcome, brother. It's a dark omen. Those charms out in the woods? Yeah. They're all broken. All of them? كسرت أيوة كله. I guess that's it for your suffering. Ah, it's a miracle. We're saved. يعني خلاص كده المفروض إنه زي ما قال. Not saved. Huh? Cursed. He broke the charms. طيب the spirits are set loose. We're doomed then? Hold on. But you said the charms was protecting the curse. كانت تحمي اللعنة ايوه. It was a dark omen. I said he had the demon's tongue. Now I need some light here now. I don't know. لخبطنا هذا الهندي الاحمر. Hey, look at me. Yeah. I'd think there's something going on in this holler and it ain't a curse. And whatever else it ain't this feller don't want you to know. Liar. بالضبط. I told you. هذا نصاب وهو اتوقع اللي قاعد يرسل عليهم الكلاب ويستغلهم. Wouldn't be so quick with ideas. He didn't have some clue of it. I have the gift. ايش اخذها كذاب دجال. Gift myself. I'm going to commune with the spirits. Dark. Dark omens. Dark spirits. What's he hiding? He always spoke truthful to us. هذا نصاب ذا والله نصاب خذوه منه. On the other side of the hill there was a dig anyway. It's closed now. He always said something about not going over there. شايفين هرجة الكهف اللي قلت لكم عليه؟ See if I can see anything. لأني فتشت وفاضي. الآن حنروح مع بعض. أتوقع ما راح نقدر يعني نسوي شيء ثاني بعد المقطع ذا وبعد هذه الجزئية، فخلينا نروح نشوف إيش الهرجة. طب هو باين المدخل من هنا من ذي الجهة. روح. فين شرد؟ طيب دام انتوا تبغوها كذا انا جاهز. انتهينا منها. كاني عارف المكان ده انا اول لاني شفت الفخ انا زي كذا قبل بس مو يمكن هنا في تول تري عند عصابة الهنود الحمر اعتقد اسمه سكينر كده طريقنا تمام. انا جيت المكان هذا منجم مسدود. شوف الشجرة دي الغريبة جاي على شكل حرف يو ما ادري كيف سوى انه مدخلها افتكر انا من هنا. اي هذا هو المنجم. منجم فاضي طبعا ما في اي شيء تستفيد منه. اوكي منجم ذهب. شوف الذهب كيف طالع.
الظاهر انه هو مسترزق من وراها. اوكي بس دي الجهة انا ما قد جيت، انا جيت من الجهة الثانية. اوكي لازم نشوف لنا الطريق للدخول. اوه شوف في فكها. اوكي جاهزين؟ يلا. خلنا نطلع مسدسي. Man for clue about the curse. عن اللعنة. هو في شيء هنا ما يبغانا، ما يبغاهم كان اصلا يجوا. راح نشوف ايش سر المكان هذا. كور. بعدين نفتش مو مشكلة. لازم نمشي مع المهمة. اوكي. ما ادري ايش فيه هنا. ايش هذا؟ اذا ما في شيء. في شيء. العلامة الصفراء هذه معناته في شيء. اي حصل شيء جون. ذهب. وانا ماني شايف غير ذهب. كيرست اورايت. اوكي. يعني القرية دي I see you over there. Game's up. This is poison in this mine. هذا السم. اوه. خسيس. Get out of here. Escape from the mine. في شيء. ايوه هذه الجهه اللي انا جيتها اول. لازم اعجل. دمي قاعد ينقص يا جماعه. دمي قاعد ينقص، انا اول جيت كذا. بس ما كان دمي ينقص لما خشيت. لا. اوه. ايوه هنا. هنا انا اعرف المكان ده. اعتقد هذا سم وانا احسبه ذهب. عشان كذا ذولاك شفناهم ميتين. افتكر جيت من هنا. الله يروح يموت علي. بس ماني فاكر يمين. مقفل. معناته يسار. وتحت نزلت حصلت مكان ناس نايمة فيه. حتشوفه في المقطع الثاني لما استكشفته. ايه خرجت الحمد لله. هذا المكان اللي قلت لكم عليه. وانا حسبهم ضدي. الحين لازم ارجع لخوي. الى الان ماني عارف كيف اربط الموضوع ببعض، انه لعنه ولا تروح هناك. معناه صح المفروض ما نروح اذا كان فعلا يعني لعنه، ولو انه شايفه ذهب يعني. فما ادري. هذا الهند الاحمر ايش قاعد يقول له؟ I told you I would save you. Yes. I said I would lead you out of the darkness. Yes, show us the light. I shall. I shall. But first, you have to mark your signs on this paper. شوف يبغون يوقعوا على الورق. That will protect you on your journey. Hereby we release Absalian. وينصب عليهم. Aforementioned Roanoke Fuel Company. Stop reading. You didn't tell me you could read. قايل لكم بيضحك عليهم. We thought the curse had got you. Nope, but he nearly did. Don't you go nowhere. Found this down in the old dig, leaking all the way to the lake. You've been poisoned. No, we were warned not to heed what you say. And listen to him say it. What's this?
It's nothing. It's nothing. Nothing? You won't mind drinking. Oh, hey, no. Hey, hey, hey! من جد مو تقول nothing يلا اشرب. You've killed me. I'm poisoned. I'm poisoned. شو؟ دحين اعترف. كان يسممهم من اول. All they found was arsenic and lead. I dug down into the cave system and spread. I was meant to get you all to go. Now you heard it. It's taken me. Oh, dear. Dear God, there's no arguing. It's clear as day. We're cursed. Cursed? What are you talking about? بعد هذا كله قال احنا ملعونين. Powerful forces have taken on this town. يا الله استغفر. It's a mining company. No, it is spirits. Spirits taken through a mining company. Brothers and sisters, we got some praying to do. وحيظلوا متخلفين زي ما هم. ذكروني بس خليني ساكت. Just go. It's our curse. It's ours to deal with. بعد كل ذا قالوا لسه احنا ملعونين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعليق لا تعليق. كذا في الغالب وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم. أتمنى أن المقطع عجبكم. لسه حتكون في تكمل مغامرة اللي سويناها اليوم البسيطة. في أشياء ثانية إن شاء الله ناوي أشوفها واستكشفها معاكم أو خلنا نقول مع بعض يعني. فلا تنسوا الاشتراك واللايك والهم من هذا كله طبعا النشر. أشوفكم إن شاء الله في مقطع جدا قريب. مع السلامة. Day is done, time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest.